السلام عليكم الخوت والخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبالف خير. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنقول لكم شكرا لكم بزاف 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 على الكومنتات الزوينه ديالكم. الناس اللي كيخليو كومنتات زوينه، ملي كيخليو كومنتات خايبه انا جاي لكم بلاتي عليكم بلاتي. والناس اللي كيبارطاجيو لي الفيديوهات ديالي والناس اللي كيدعموني كيقول لي حنا معاك، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، شكرا لكم بزاف والله العظيم، شكرا لكم بزاف. قبل ما نبدا الفيديو ديالي وقبل على الموضوع اللي بغيت نهضر عليه، هنا من هذا المنبر هذا ومن هذا الفيديو هذا، باش نوثق للناس والناس اللي كيصيفطوا لي كومونتيرات واللي قالوا لي عطي لنزهه رزقها، عطي لنزهه ديالها حشومه ما ديش ليها ديالها، قسما بالله ما غندير لها شي حاجه. فلوسها في الامان والحفظ، كاينين عند مالين الدار اللي راه هنين، نهار غتسالي الرهينه ديالها غتاخذ فلوس. انا والله ما غندير لها شي حاجه، والله ما غندير لها درهم، قسما بالله ما غندير لها درهم، غير باش حتى هي تطمئن. انا كنقولها لك من هنايا، اطمئني، راه فلوسك راه في امان الله ويحفظها، قال قسما بالله ما ندير لها درهم منهم، لانهم فلوسها هادو ضربات عليهم تماره، يعني ما غاديش ندير لها حتى شي حاجه ان شاء الله. فلوسها باقين عند مالين الدار، بغات تخرج من ديك الدار وقت ما بغات تخرج، راه التليفون عندها، راه تصوني عليا، راه نمشي نفرتك معاهم الكونترا وتاخذ رزقها. كانت بغات تكمل حتى الاخر ديال العام، انا غتكمل، راه هي ساكنه فيها، حتى تسالي الكونترا ديالها وراه تاخذ ديالها، يعني انا ما غندير لها حتى شي حاجه. باش نوثق هذا الفيديو هذا، باش الناس باش هي تطمئن، يعني انا شاهد على راسي بان هذوك راه فلوسها، واخا الكونترا سميتي راه فلوسها وغنعطيها ديالها. انا دابا درت باش هي تبقى مطمئنه، ما تقولش راه غادي ليا وغتسالي الكونترا يمشي يفرتك معاهم ويمشي بحال هاتوا ليها شي حاجه، لا. كما كان الحال كتبقى مات بنتي هذيك، واخا يكونوا مناوشات واخا يكون شحال من حاجه، معليش. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي ريحانه، انت باش تتزوج وهذه تخلي بنتك، بنتي انا ما عمرني نفرط فيها، يعني بنتي راه هي كل شيء. كما قلت لكم، بنتي البنت راه هي الجنه ديال باها، كما كيقولوا بنتي هي الجنه ديالك، ريحانه هي كل شيء، القطيطه ديالي هي ريحانه. كنخرجها مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم على حسب الخدمه، يعني اللي بحال دابا هاد السيمانه انا خدام، يعني ما عنديش الروبو. علاش؟ حيت كاين الماتش ديال المغرب وجانينا بالاربعه، واخا انا ديك السيمانه كتمرت نمشي بركت في الاربعه، وهي ما كانوا ديك الساعه الامتحانات المدرسه تيدوزو داكشي، ما بغيتش نخرجها، لان كنت بقى متابعه القرايه ديالي حتى تبركي العطله ونخرج كليك الساعات. قالت لي صافي، جات بالخميس بركت الاربعه، والخميس ما مشيتش حتى هويا على حسب الخميس يمكن الخميس، لان كنت مرت، كنضروا لي عينيه وتسدوا لي، تسدوا لي مع واحد الدخان كان طالع لي العينيه، حسيت مع واحد برودو حسيت بهم، وفجيت نعس الفيق اللي الفيق، ما بغيت نصيفط واحد الدري ميساج خدام معانا، ما كنت لي يجي لي واحد الامانه معاه، تيبان لي الضبابة، تيبان لي غير الضبابة، ويلي شنو هادشي، شنو هادو كنهز لي العينيه والو الضبابة. بقيت ولا نوض حاجه، كنمشي للطواليت تنشوف المرايا ديال الطواليت اللي كاينه هنايا، تيبان لي بحال معمشين وحمرين، عرفتو انايا هذا هي اللي ما قدرتش نمشي، مشيت شريت، مشيت فين هي، ما عرفتش فين هي، خديت هاد التقطيره هادي، هي اللي نفعتني قسما بالله، هي اللي نفعتني. ولكن ماشي حيدوا لي الروبو هاد السيمانه، على حسب هذاك النهار اللي ما مشيتش، ولكن على حسب الماتش جاني انايا اللي ما عندوش زار، تيقول لك ما عندوش زار، تخليها نضاربو، هي ديالي انا. جاني الماتش نهار الاربعاء مع التسعود، النهار اللي غنكون فيه انا خدام، لا خصني نريح فيه روبو، جاني الماتش، مع انك ما غدير، هادي هي جات فيا الضربه، نصبر نسكت ونصبر وما نقول والو. ما عليناش، كيما قلت لكم، راه هضرت نيت مع ريحانه قبيله، نيت فقت فيقوني شي دراري كيلعبو كره هنايا، مع العطله داغ راه الصداع، يعني انا كنت ناعس، يعني فيقوني صافي يلاه نعس ديك الساعه شي ساعتين كما قال، دابا راه نبغي نرجع للنعاس، خصني نرجع للنعاس باش دماغي يرتاح شويه، راكم عارفين قمت لي كتكون شويه قاصحه. قلت لها انت يا بنتي، الا كنا غدا، الا كنت غدا غادي ندخل في الوقت ديالي عادي، يعني 9:30 نكون تما، انا نخرجك. ما كنتش، قالوا لنا جيو بكري على حساب الماتش، انا غادي نقول لك حتى نهار الخميس ونخرجوا. قالت لي صافي بحال بحال، قلت لها صافي يلاه، قالت لي وصيفطي غير الروشارج، قلت لها نصيفطوا لك الروشارج، جاتك في الروشارج ماشي مشكل. هذا ما كان، يعني انا بنتي راه ما فرطتش فيها. وبالنسبه للزواج، انا قلت لكم انايا غير كنتعارفوا دابا، يعني باقي ما كانت حتى شي حاجه رسميه، وما كاينش دابا، يعني ما غادي ما زاربين ما والو، يعني ما غنضرب ما والو، غنشوف الاوضاع كيفاش غاده. هذا الشيء ما كان، اخوتي انا جيت غير باش نهضر على واحد السيده كتنمر،
ما بقيتش الا متنمر عليا انا راه عم تمزك لي قزم البيل ما تمزك لي غير باش واش غير قالت لي لا جيت تفكر ذكرنا بالشهاده قالت لي على زينك بغيت تزوج على زينك الراجل ما كيتقاش بزين والو الشريف فيا انت انا شويه بنتي لي بحال مزعزعه شوفني فيك قداش واني في امها صغيره ها قلت صبعيه اللي فيها صغيور راني فيها ما كبيرش راه جاب لك الله راني فيها صغير هاد النوع هذا اخوت وخواتات قسما بالله راه هما هادوك اللي كيمشيو لشي قنوات اللي كيكونوا تيخسروا الهضره وتيديروا شي حركات بيديهم بحال واحد القناه شحال هذه راه معروفه وكان خرج من القناه وعاش شي واحد ودار واحد اللعيبه بيديه وبداو كيصفقوا عليه وا برافو عليك والله الا عجبتيني فيه والله انت عبرتي عليهم والله انت درتي ليهم والله انت فعلتي ليهم بحال بحال هاد النوع اللي كيكتبوا لي كومونتير وبحال هاد النوع اللي كيمشيو عند دوك القنوات اللي كيكونوا بعض المرات شي قنوات الانتقاد كيخسروا الهضره كيمشيو عندهم كيقول لي والله الا ضحكتينا اخويا والله الا سير الله يحفظك والله تضحكتينا عجبتينا فيه وهي سامعه الهضره خايبه وقالت لي عجبتينا فيه يعني بحال هاد الناس هادو واحد الفئه في المغاربه اللي كيكونوا حقارين حقارين بواحد المعنى كبير علاش كيمشيو للقنوات اللي كيقولوا مساكن دراوش يعني ما بايهضرش ما تيسب ما غيعيرها ما والو ولا كتمشي عند شي قناه شي وحده ما كتسبها ما غتعيرها كتشبع فيها السبان وتعطيها وتبقى تعير فيها في لي كومونتير وتلقى الكومونتير ديالها فين ما يدور تلقاها هي اللي كتعير وتلقاها داخله كتعير فيها في كومنت اخر وغاده ولا كتعير فيك انت في كومنت اخر وفاش كتمشي عند هذاك اللي كيخسر الهضره واللي عارفه غادي يخرج يشرشمها كتصفق عليه وكتقول ليه برافو عليك علاش حيت عارفه غيشرشمها وغادي يعطيها علاش الدور اما مساكن الناس اللي دراواش وما غاديش يهضروا والو كنعفطوا عليهم كنحقروا عليهم كنكونوا حقارين كما تنقولوا كنحقروا على دوك القنوات اللي مساكن دراوش فهمتي اما داك اللي كيكون قبيح وهذا ما تنوصلوهش بحال نيت كيكون بلادم غالي هو حقار كيبان لها شي واحد دريويج مسكين كيقول لها اش كدير هنا بوك هادي وداك اللي قبيح في راس الدرب عارف وداصر وعارف وما غاديش يقدر يهضر عليه يهضر معاه كيدوز كيقول لي السلام اخويا فلان هو راه كينافق فيه هو راه ما خار خايف منه اما هو كون طال وكون ما شنو دار ليه ولكن هو عارف غادي يسودنو داكشي علاش كيقول لي اخويا فلان كيدير بخير الله يحفظك هو راه هو اصلا ما كيحملوش وما باغيش وما غير منين يدوز ليه ولكن ما قادرش هي ديال هاد الناس هادو اللي كيكونوا في السوشيال ميديا وكيخرجوا واحد الكبش ديالهم واحد المرض ديالهم سيروا خرجوا شي حاجه اخرى اللي غتنفعكم وتنفع ولادكم ولا تنفع خوتكم ولا اما باش تخرجوا في عباد الله وتقول تسبوا في عباد الله وكاك مخشيه ورا البيسي ولا ورا التليفون وكتسبي في عباد الله باقا راه ولات خصك تعرفوا واحد الحاجه لان راه ولات الشرطه الالكترونيه راه يجبدوك واخا تكوني ما عرفتش فين كاينه راه دابا بقيتي تسبي بالناس وهكا راه كيولي السب والشتم والقذف هذا راه لا باش انت بغا فيك الخدمه راه يجيبك يجيب ولكن نتوما الله يهديكم ما كتراعيوش الظروف ديال الانسان ما كتراعيو حتى شي حاجه يعني الانسان كيكون عايش واحد الظروف اللي كتكون صعيبه وانت كتجي كتبقى تقول تعاير فيه وتسب فيه تحت هذا وكتقول له سير الله يعطيك الله يفعل لك الله يترك لك الله ياخذ فيك وانت ما بينك وبين والو هو تخيل معايا تخيلوا معايا الخوت وانسان ما كتعرفوش وما عمرك شتي كماته ولا هو مازال كيشوف كماته كنقولوا في السوشيال ميديا وهو انت ما عمرك شتي كماته وما عرفوش كاع كيفاش مصيب وكيقول لك الله ياخذ فيك الحق الله يعطيك الله يفعل لك الله واش بيني وبينك اخويا انا تدعي عليا ولا اختي كدعي عليا انا اش بيني وبينك واش بيني وبينك انا راه ما نسمحش لك لان انت كتجي كتقولي لي سير الله ياخذ فيك الحق لا شنو ياخذ فيا الحق انا مالي شافر لك الدار واش انا يجي ديت لك انايا ديت لك الورث واش هاد الحماقه هذا هو بنادم ما عرفتش والله ما عرفتش كيفاش مصيبين هاد الناس قسما بالله لا حول ولا قوه الا بالله اتقوا الله في راسكم اتقوا الله في نفوسكم عقت به قلت لكم التليفون طفى نسمع ديك الطرين عرفتو طفى يمكن عمر داكشي علاش نقص من واحد شويه ديال الفيديوهات وانا رجعت معكم قلت لكم الانسان ما عرفش بان راه اخر تهموت يعني من فاش كيبقى يدي يعير في انسان وكيسب فيه وكيدخل كيبدا يعير فيه راه غدا ولا بعد غدا غيموت غدير علاش ترحم ماشي انت غادي بالذنوب ديالك غادي خاسر مع واحد الانسان اخر ما كتعرفو ما كيعرفك بالك كتعير فيه وكتسب فيه وكاك ظلما وعدوانه يقدر لك الانسان يقول لك انا والله ما نسمح لك انا قسما بالله ما نسمح لك بالدنيا لا اخره باش تجي تقول ليه نتايا الله ياخذ فيك الحق وهكا الانسان غيقول لك واش هاد خينا اش بيني وبينه هاد السيده اش بيني وبينها اصلا بيني وبينها والو ما كنعرفها ما كتعرفني تشوفني غير في السوشيال ميديا وما كتعرفنيش كيفاش داير ما كتعرفنيش شنو ساوي حتى حاجه كتجي كتسبك كتقول لك الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق
تقدر نتايا كتقول سير اختي انا والله ما نسمح لك بالدنيا الا اخر حتى غدا والله ونتلاقى ديك الساعات راه صعيب الحال شويه لان الانسان فاش كيمشي فاش كيفاش كيتبعد وفاش الله عز وجل كيسامح ولكن داكشي اللي كيبقى بينك وبين العبد ديالو تما كاين فاش كتبدا تخلص تما فاش غادا تخلص علاش انا غنمشي ندخل انا نحير واحد انا في كومونتير وانا ما بيني وبينه حتى شي حاجه علاش ارتقاو شويه حنا دابا وصلنا لواحد 2024 يعني واحد البنادم خصو يرتقي شويه حيدوا منكم هاد المساوس هادو بحال هكا حشومه شوفوا دخلوا سبوا دوك ودوك المشكل كيتسبوا دوك الدراوش قسما بالله انا دخل القنوات الناس اللي دراوش كتلقاو كيسبوا فيهم وكيعايروا فيهم وهاد اما دوك القنوات اللي شطاها ماطا اللي كيسبوهم وخرجوا يقول لها سير الله يفعل لك الله يترك لك ماشي بعدو منهم هذوك والله ما يوصلوا لهم قسما بالله ما يوصلوا عندهم وما يقولوا لهم حتى شي حاجه واسمحوا لي كثرت عليكم في هذا الموضوع هذا لان بنادم كيكثر شويه ولكن انا واخا قسما بالله ما نتسوق ايام انا بحال هذا النوع ما نتسوقش لي غير بغيت نهضر عليهم باش نعطي واحد شويه ديال القيمه كنت نعطيها واحد شويه ديال القيمه باش تعرف راسها شنو ساويه لان ديك القيمه اللي غنعطيها انا باش تعرف هي راسها شنو ساويه يعني راه ما ساويه والو لا شيء يعني حتى شي حاجه ما ساويه حتى شي حاجه هذا ما كان اخوتي طلبت السماحه راه ان الله غفور رحيم وحنايا مسامحين وحنا كنسامحوا حنايا بالطبع الطبع ديالنا الحمد لله تنسامحوا مسامحين تنسامحوا اي واحد كما كان نوعه والحمد لله هذا فضل عند الله عز وجل شكرا لكم بزاف 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 وما تنساوناش من اللايكات ومن البارطاج ومن الكومنتات الزوينه ديالكم والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله السلام عليكم.